بسم الله الرحمن الرحيم. الجديد في ريفيت 2017.1 ان انا لو جيت في انالايز وقلت له سبيسنج نيم، دي الاول كانتش موجوده في قلب الريفيت، كنت بضطر اسطب لها ادنس مخصوص. دلوقتي حطوها في قلب الريفيت على طول، فبقول له سبيس نيم. بيعمل ايه السبيس نيم؟ بياخد اسامي وارقام الغرف الروم ويحطها في السبيس، بدل ما انت تبقى عامل سبيس باسامي غلط او المعماري يعدل في اسامي الروم، فانت تبقى انت مسمى حاجه والروم مسمى حاجه. لا، هو اوتوماتيك بياخد الاسامي وبياخد الارقام من الروم، فانت بتحدد بقى عايز انت النيم والنمبر ولا النيم اونلي ولا نمبر اونلي، وتقول له اوكي. فكده اوتوماتيك كل السبيس تاخد نفس الارقام اللي موجوده في النمبر، تمام؟ يعني الروم هنا 14 وركشوب 1 السبيس، السبيس هننزل هنا هنلاقي انها واخده نمبر 14 والنيم وركشوب 1.